طيبة عفوا وعندنا واحد البصيلة ما تكونش ستيتو ماشي كبيرة عاود موسطة وعندنا المعدنوس شوية اليبزة شوية سكينجبر شويش معدنوس ليبزة معدنوس شوية اليبزة سكينجبر شويش سكينجبر والزعفران غير فتي وتا احنا ما عندناش الغرض في ديك الصفورة ولكن من الاحسن نعملوا اللون وصافي ايوا غير اللوين غير فتي وتا وعندنا واحد الضمان منسمة ديالاش ما حطيتي دابا لا الضمان اش من طيبة من الاحسن طيبة البقري وديك الساعة كد هذه المقادير كاملة هذه المقادير ايوا لا وضروري عندنا الورقة ديال الديون الورقة ورقة ديال الديون عندنا الورقة ديال الديون هي الورقة ديال البسطيلة غير وكان هذه كتكون رقيقة ايوا غتكون رقيقة على حسب دابا البريوات باش كتجي مزيونة باش دائما وصي مول الورقة ولا مولة الورقة اللي كتجيب الورقة كل دعطيك ورقة محنشة ورقة محنشة عندهم سبيسيال يعني كيعدلوا رقيقة ومزيونة كتجي وماشي كلشي كيعرف يعدل شيماء الصراحة غير خصك تكون كتعرف لي كتسخر من عنده هو دائما وصافي وحسيت كيجيب انا هنا في تطوان هو اللي كيجيب دابا شنو كتعمل له الدعاية ولا عندك تقول اسمه زعما لا لا زعما شنو نقول لك عنده واحد الورقة ما شاء الله شنو دابا نجي نشريها من تطوان نخلي الناس طنجة ويا ما بغيتي الثمن مناسب صافي اللي خدتك صافي عندنا نص كيلو الورقة اها وصافي اختي نعاود ديك المقادير عندنا قطعة السلك اها وعندنا 8 قطع بالجبن المثلث اها وعندنا 4 بيضات اها شوية ديال المعدنوس طق طق واحد البصلة واحد البصلة طبخت انا المعدنوس ما شي مشكل فحال فحال اختي تاع اليبزة وختي تاع السكينجبر والمليحة وختي تاع الزعفران غير شوية ماشي بزاف عندنا واحد الضامن منسمة البقري صافي والورقة ديال الزيت هادو حنان كيتقلاو اييه هادو ضروري يتقلاو حيت ما كيجيوش مزيونين في الفران كيجيو مزيونين بزاف صافي واخا مرة في الخطا ماشي مشكل غير في رمضان انا كنوصيك شيماء كيعجبونا الشهيوات ولكن خصنا الحاجة صحية طبعا هيديك الله يرضي عليك انا كنتفادى القلي بزاف في رمضان هو من الاحسن كاملين بينا كنتفادى وخصنا في الحق نتفادى كل نهار ولكن بعد ما راه صحالي قلتي كنضطروا معنا ما نعملوا مايمكنش كتجبرك شي كنضطروا ياه ما تاكلوش ما كيعطيوش ديك النتيجه هي اللي هادو بعد جربتهم في الفران ما جاوكش كيعطيوش ديك النتيجه هي سورتو كنظن بالسلك ما غايجيوش ما تخيلتهمش لا بحق كيجيو كيجيوك مزيونين ياك الجبن كيجي فيهم شويه هكذا كيجيو مزيونين بكل تأكيد انا متأكدة الوصفات شيماء مزيونين مروا الطريقة شيماء واخا خصي عندنا كنشبرو ديك السلك كنطقطقوه ياك كنطقطقوه مزيان ديك البصيلة كنحكوها كنشحرو ديك البصلة شحروها مزيان السلك ما بخرتيش انا عم اختي السلك ما مبخرش لا ما مبخرش السلك يعني مجرد ملي كندبرو حتى هو مع البصيلة والزيت اللي عندنا صافي ياك كيصاط هو دغيا كي قلنا كنطقطقوا السلك والبصله ياك البصله كنحكوها اها كنعملوا في شي مقله كنعملوا الزويته اها يستحسن دابا تخلط انا ديما كنخلط الزويته كتجي مزيونه هكذا بالملح شويش بلديه وشويش زيت نباتيه عاديه اها وكتشحر ديك البصيله اها ومن بعد كتزيد عليها ديك السلك حتى هو نيت كتشحروا مع ديك البصله فكيصهط مزيان كنزيدوا من الاحسن ما تشحرش معاه ديك اليبزه مسكينه اها احسن حتى الاخر وكنعملوهم وعمل المعدنوس والضامه اللي عندنا المنسمه وكتحرك من بعد عفوا كنقوزو ديك 4 البيضات اللي عندنا كنخبطوهم مزيان في شي زلافه ولا في شي مكان بعد كنجيبو الخبط خبط سيتو فين كتكب ديك البيضات وانت كتخبط وكنكبوهم على ديك الخليط السلك والبصل على ديك الخليط اللي عندنا كتكبهم تينا كتخبط حتى كيعقدوا مزيان ومن بعد كتفتح هذيك الجبن
هيك تشوفوا معقدو ديك الجبن كذا كيكون عندك ديجا منزل كطيفو شي معلقه هكذا ما كيكون باقي ديك البيضات وديك الخليط اللي عندنا سخون يعني الجبن باش كيدوب حتى هو كيدوب هانتي فهمتيني كيدوب يعني كتخلطو مزيان مع بعضيتو خليهم يبردوا تكون عندك الوريقه ديالك مقطعه لا على شكل باش نعملو البريوات بعد كذا من شويه مهم على حسب الطاويه اللي عندنا دابا بيستولي يعني على شكل بيستول كذا من ديك الخليط انا مش نشرح زعما بواحد الطريقه زعما بين كل شيء يفهم المستمعين دابا حنا على اليمين ياك الورقه اللي ديك الضيف اللي عندنا على اليمين كانت نيوه على شكل بيستول فهمتي من بعد كتمشي دائما مع ديك الخط اللي كان عندك على اليمين ورديتيه على الشمال دائما ديك الخط هذاك كتطويه يعني فهمتيني حلو فهمتك هذاك نيتو كتردو على الشمال ومن بعد عاود كتزيد طلعو كتزيد دورو دوره اخرى يعني جوج الدورات عندنا هنايا ياك ومن بعد كتعمل دوره على اليمين واحده او من بعد جوج اخرين ومن بعد واحده او من بعد جوج اخرين بعد واحده واللي زعما ما عرفتش زعما نعملو نقدر نعملو حتى سيجاره ولا بحال بريوات عاديه انا ولا كيبقى اللي بغى الواحد على شكل ولكن باش كنخلفوا بريوات بوحديتهم وهادو بيستولي عاوتاني بوحديتهم كيجيو مزيونين مشكلين ايوا واللي بغى يزيد لهم الشابلور يزيدوا لهم هذا كيبقى اختيار لا شابلور كنعملوها من داخل ولا كنلويو في الوقت لا لا شابلور كدهن بريوه ولا قريطه وكتفندو في شابلور كتقلي صافي حتى هذه فكره حتى هذه فكره مزيونه كتبقى لنا الخبيزه ساعه حنايا في الدار سخنوها في الفران كتقرمل وندقوها في المهرس كتجي غزاله ومن الاحسن نزيد معها شويه المعدنوس اذا المعدنوس يبسته شويه في الفران تاهو طحنوا معاها كيبقى واحد الطيبه غزاله مع مزيونه هاد الفكره شكرا جزيلا شكرا على الاقتراح هذاك اللي كنشريوه حنايا فيه شويه الربيع كنشوفوا فيه الربيع وكيكون فيه المواد الحافظه وساهل نعدلو لا شابلوغ حنا في الدار ماشي صعيب مثلا كاين اللي اولا التوم التوم كتجي مزيونه كتجي غزاله كتجيب في الفرن كتجيب الطيبه مزيونه مع ديك الخبيزه هذيك كتعطي واحد الطيبه غزاله صافي تعمل فردو مات الدجاج وتشد عليها كتبقى مزيانه واحد المده كتبقى غزاله بسرعه اذا كان ممكن شي ما نعاودوا الطريقه عفاك واخا اختي تفضل عندنا كنطقطقوا ديك السلك اللي عندنا وكنحكوا ديك البصيله كنعملوا شي مقيله فيها تكون ما كان احسن قد الصقشي كنعملوا فيها شويه ديال الزيت كنشحروا ديك البصله في ديك الزيت كنزيدوا عليها السلك من بعد ملي كنزيدوا عليها السلك كنشحروا مزيان حتى كتصهط من بعد كنزيدوا عليها العطريه اللي عندنا مع السكينجبر واليسر شويه زعفران ومليحه وعندنا ديك ضمد البنه ياك ساعات كنخلي عاوتاني كيدخل معاه شويه الطياب من بعد كنخبطوا ديك اربعه البيضات في واحد الطويصه كنخبطوهم مزيان بعد كنزيدوهم على العناصر اللي عندنا بالخبط احسن يكون عندنا الخبط اليدوي فينا كتكوب ديك البيضات وفينا كتخبط ياك من بعد هذا الخليط هذا ملي كياخذوا ديك البيضات كتزيد عليهم الجبن اللي عندنا كتزيد عليهم الجبن وحرك بشي معلقه تمن ما يتجمع مع هذيك الجبن ويدوب صافي ساك نخليوه يبرد وكنلوي كل واحد والاختيار ديالو ما عندي مثال كشيماء كاين اللي مثلا عنده شي مناسبه او شي حاجه تقدر تعمل لهم قنينطات تيتوين باش كيوديو كيوديو زعما كيخرجوا كيعطيونا كميه كبيره كبيره شتي كتفكر لنا الهري خاطي كشيماء ياك وكاين اللي دابا هيدا العشيه ضروري مثلا غير في الدار نتينا وليدات كل العائله انا نوحي حداك بيبرا ماشي مشكل الهري خاطيك تبارك الله عليك شيماء شكرا جزيلا ماشي كنتي لي واحد الوقت المراه شي مراه كبيره غادي تشارك معنا كتعرف ديك القريشلات وكتعرف ايوا هذيك ماما هاد السنه وكنت واحد السيده عزيزه عليا بزاف وتبغي تشارك كتحشم سيكلا وعرفتي هي تعطيك الوصفات كتبهم غادي نشاركوا بالاسم ديالها بالاسم ديال ماما هاد فنه وشيماء اللي غادي تعطينا الوصفات سلمنا عليها والله يطولها في العمر ان شاء الله عند الحلويات التقليديه ياك
المغرب كامل. انا اللي خدتك قلت لك عند الحلويات التقليديه، عند الطريقه التقليديه. صافي واجي مره جلس حداها ودي لاجوندا ديالك في يدك، سجل بعض الوصفات ونعملوهم. واش تي حتى الفقوسات الطاون كنصيفطو موراها في المناسبات ديالنا، واخا حنا طنجه وكنجيبو الفقوسات تطوان. بارك الله هلي خاتيك شيماء. شكرا بزاف. شكرا ليك شيماء، وسلم على العائله وسلم على امك ديالك، دائما كتسلم عليها عندك عزيزه، ربي يخليها لك. الف شكر ليك شيماء، تحياتنا ليك. غادي